وهذا سائل يقول: ما رأي الشرع في أحد الأئمة يطيل القراءة في فروضه المغرب حتى أنه لا ينتهي من الصلاة من صلاة المغرب بعد دخول وقت العشاء، وبالتالي لا يصلي سنة المغرب إلا بعد دخول وقت العشاء، يفعل ذلك كل ليلة، كما يطيل كذلك القراءة في صلاة الفجر حتى إنه لا ينتهي من الصلاة بعد طلوع الشمس، يفعل ذلك كل ليلة، فما الحكم؟ هذا لا يصلح إماما، هذا فتان، هذا فتان. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أطال الصلاة لأصحابه وشكوا منه، قال صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. إذا كان يصلي منفردا يطول ما شاء، لكن لا يطول حتى يخرج الوقت، هذا من الغلو والعياذ بالله، يطول داخل الوقت ولا يترك الرواتب أيضا، هذا من الجهل. نعم.